أولا أشيد بالأستاذ خالد على يعني منافحته على النشيد الأصيل. ابو احمد كرما، ابو احمد تم كرما اسمعنا من التليفون، قصر على التلفزيون عشان تكون معنا على طول. أبشر. أقول أشيد بالأستاذ خالد. اي نعم ابو احمد، معك أستاذ. يلا بسم الله. أقول أشيد بالأستاذ خالد الخلف، جزاه الله عنه خير على يعني منافحته في يعني مجال النشيد الأصيل، وهو من يعني القلائل الآن الذي يعني في هالباب ينافحون ويكافحون أمام هذا الزخم الكبير للأناشيد الآن اللي بدأت يعني تنحدر إلى مجال الغناء، وآسف على هذه العبارة. وودي يعني الأستاذ خالد يعني دام انه في هالمجال يعني يوجه قليل من جهده لمجال النشيد باللغة الإنجليزية في مجال الدعوة، في مجال حلو، العفة، في مجال الحجاب. أنا نزلت في اليوتيوب نشيد بسيط عن سوريا بعنوان لا تقل وداعا، أو بالإنجليزي don't say goodbye، عن سوريا. صوتك المجال مفتوح لكم يعني بصوتك. نقلها من اليوتيوب ولجميع القنوات. فودي الأستاذ خالد يعني يوجه يعني جهده الكبير لهالمجال، لأنه فعلا مجال جيد للدعوة، لأن جميل، نعم الغرب يعني تشدهم مثل الأشياء هذه. فما أكيد. أدري وش رأي الأخ خالد، وأنا بضع جوالي عند الكنترول خلاص بإذن لعل يكون في تواصل بيني وبين الأستاذ خالد. الله، الشباب في الكنترول الآن يأخذونك تحت الهواء ويأخذون الرقم ويعطيك العافية. نشكرك على جهودك أبو أحمد، شكرا جزيلا. تعلق على الموضوع اللي أنا ذكره؟ أقول بيض الله وجهه، وفكرة جميلة يعني هذا التوجه. المجد فقط يعني من سنة ونص أنزلنا في رمضان والعيد أناشيد بأربع لغات، جميل، باللغة الأسبانية، باللغة الإيطالية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأسبانية نعم، واللغة الهندية. كانت ما شاء الله. الأربع لغات، وأنشدت عن طريق أخ مغربي في المغرب، وأيضا الأخ أبو عبد الملك أنشد باللغة الهندية، أيضا نزلت في المجد جميعا يعني. لكنها هي تجربة رائدة جدا، وأنا أؤيدها بشكل قوي، وأحيي الأخ أبو أحمد على أنه يعني ما دام ما شاء الله لغته جيدة وسليمة وممتازة يعني. هل ممكن أنت كشخص أبو حسان تقدم أعمال في هذا المجال؟ والله لغتي ليست يعني، أنا لو لغتي جميلة أتمنى أن لغتي جميلة لكي أقدم فعلا لو فواصل على الأقل. وأنا أرى أن الغرب قد يعني عموما الفواصل والرسائل الموجهة القصيرة في رأيي أنها تؤثر فيهم أكثر من الكليبات الطويلة يعني. جميل، وممكن في ممكن انه بعض المنشدين معروفين حتى على الساحه مثل ماهر زين وغيره من المنشدين، نعم صحيح يقدم اعمال صحيح في صحيح. هذا المجال. يعني انا في رايي انا رايت كليبات باللغه الانجليزيه رائعه جدا، وتوجه رساله راقيه راقيه جدا يعني، وهذا المفروض يعني ان نتوجه اليهم بما نحمله نحن من معتقد، لا العكس. يعني نحن الان يعني بعض زملائنا المنشدين يقول خلينا نرضيهم نحط موسيقى. إذا أنت غير واثق بالمنتج اللي تحمله أنت، قدم منتجك كما هو. الغربي يحترم على فكرة هذه العقلية، يحترمك كثيرا إذا احترمت أنت. طب إذا كان كعامل جذب، أنا عشان أجيبه للنشيد، يمكن هذه وجهة نظر بعض من يعملون في الأناشيد أو الأغاني الدينية، أنا أجذبه بالموسيقى لأنه ما راح يسمع بدون موسيقى. جميل جدا. أنا في رأيي يا شيخ يعني رأيي الشخصي أنك إذا كنت تعتقد أن النشيد غير جذاب لا تمارسه، والا كن مطربا يعني مغنيا يعني. هذا اللي انا اقصده يعني. لا يكون عندي هجين يعني شيء لا تعرف هو نشيد او اغنيه. يعني انا دائما اكرر هذه الكلمه، الناس ما تقبل شيء نصف استوى يعني. يا سلام، يعني اما اغنيه كامله والا نشيد كامل. هذا رايي. كلام جميل يعني. هذا ايضا ثق بمنتجك انت يعني. يعني ثانيا فيه نظريه فلسفيه شوي لكنها صغيره، ثانيتين او ثلاث ثواني ما تاخذ كثير. طيب. يا أخي الذي يسمع بموسيقى يحل له شرعا أن يسمع بدون، صحيح ولا لا؟ صح. لكن الذي يرى تحريم الموسيقى هل يجوز أن يسمع بموسيقى؟ إذا لماذا أخسر الطرف هذا يعني؟ بينما إذا قدمت نشيد بدون موسيقى كسبت الطرفين على فكرة. يا سلام، أسمع يعني الجميع بإمكانهم يسمعونها يعني. جميل، يعني هذه رسالة أبو حسان، ابعدونا على النص استوى، أعطونا شيء استوى كامل. نقطة مهمة
أنه أبو عبد الملك المنشد السابق المغني حاليا كان أو هل ما زال عند الأستاذ خالد خلف من المنشدين المفضلين أو لا؟ هذا السؤال بعد الفاصل، تابعونا.